بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 25 اللي خاص بأساسيات الـ ASP.NET MVC Technology. في هذا الدرس راح نناقش الـ Insert, Update, Delete Using Entity Framework. أنا محمد إماد عرفي. في هذا الدرس راح نتعرف على كيفية اللي هو عمل Insert و Update و Delete بداخل الـ MVC Technology وبذلك عن طريق استخدامنا للـ Entity Framework. وبالتحديد راح يكون عندي الشكل مشابه إلى هذا اللي هي السلايد, بحيث راح يكون في عندي اللي هو List of Employee, راح يكون في عندي هون اللي هو create و edit و delete, بمعنى انه راح يكون في عندي cross operation, بمعنى create, read, update, delete operations. اوكي, خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. بالبدايه انا في عندي داخل مايكروسوفت سيكوال سيرفر فيجوال ستوديو في عندي two tables اللي هو TBL employee و TBL department زي ما احنا فعليا شايفين, وطبعا هاي هي الداتا. اوكي, الان راح اروح مباشره على اللي هو فيجوال ستوديو. راح تلاحظوا في عندي هون اللي هو MVC demo project, وهو فعليا empty project, فعليا مشروع فارغ ما بيحتوي على اي كنترولر او موديل او حتى فيو. اوكي, الان مباشره بعد هيك راح اروح ضمن اللي هو المودلز فولدر, وراح اضغط اللي هو اد, وراح اضيف عندي هون اللي هو نيو ايتم, وبداخل النيو ايتم راح اروح على الداتا, وبداخل عندي هون الداتا راح اقوم عندي باضافه اللي هو ADO.NET اللي هو Entity Data Model. اوكي, فبالتالي راح اضيف عندي هون اللي هو Data Model, وراح هون مباشره اسميها اللي هو Employee Data Model. اوكي تمام, الآن بعد هيك مباشرة راح أقوم بالنقر على add حتى أقوم بإضافة اللي هو Employee Data Model. لاحظت انه الان عمالي بيسالني في عندي اكثر من اوبشنز, بيحكي لي انت فعليا بامكانك انك تستخدم الانتيتي فريم ورك ديزاينر, بحيث انه راح تقوم مباشره باضافه الداتابيز عمليا باضافه اللي هو الموديل من خلال داتابيز موجوده, تمام, او بامكانك انت فعليا تقوم باضافه اللي هو موديل فارغ, او بامكانك انك تستخدم اللي هو الامتي كود فيرست موديل, وكذلك ايضا في عندي هون اللي هو الكود فيرست from database. اوكي, طبعا جميع هاي الاوبشنز راح نناقشهم في التفصيل. اوكي, الان مباشره راح اختار عندي هون اللي هو entity framework designer from database, بعد هيك مباشره راح اقوم بالنقر على add. الان بعد هيك لابد من ان اقوم بعمليا تزويده بمعلومات الاتصال مع قاعده البيانات اللي اسمها sample, فبالتالي راح اضغط على new connection. طبعا عندي هنا اللي هو SQL server موجود على نفس الجهاز, فبالتالي راح اقوم عندي هنا بتزويده باسم الجهاز, او بامكانك انك تختار عندي هون اللي هو dot. دوت راح يقوم عندك هنا بجلب الكمبيوتر نيم. الان اذا كان عندك السيكوال سيرفر موجود على انذر ماشين, خلينا نحكي على ماشين اخرى ضمن نتورك, فبالتالي بامكانك انك تقوم عندي هنا بوضع اللي هو اسم هاي الماشين, او بامكانك انك تزوده بالاي بي ادرس اللي خاص بهذا الماشين. بعد هيك مباشره راح اقوم عندي هنا باختيار اسم الداتابيز, واللي هي عندي بهاي الحاله اسمها سامبل. اوكي, راح نختار عندي هنا سامبل, نتاكد انه الكونكشن عماله صحيح. لاحظت هنا عمل اتصال مع قاعده البيانات بشكل اللي هو صحيح. الان بعد هيك راح اقوم بالنقر على اوكي. الان راح اقوم الان بالتسييف او بعمل سيف لهذا الكونكشن سترينج بداخل الويب دوت كونفيج فايل اللي هو الويب كونفيجريشن فايل, وراح اقوم عندي هنا بتسميته باللي هو امبلوي كونتكست. الآن قمت أنا عندي هنا بتسميته باللي هو employee context, راح أقوم الآن بالنقر على next. الآن عمال هون بحكي لي اللي هو أي version من entity framework بدك تستخدم, راح أقوم عندي هنا باستخدام أحدث version موجود, بعد هيك راح أقوم بالنقر على next. الآن قام بالاتصال مع قاعدة البيانات وقام بجلب التابلز الموجودة بداخل الداتابيز اللي اسمها sample. أنا بدي أقوم هنا بعرض اللي هو معلومات اللي هو employee والdepartment, فبالتالي راح أختار department TBL department وTBL employee, وراح أقوم عندي هنا بتسمية النيم سبيس اللي خاصة في الموديل باللي هو models. اوكي, بعد هيك مباشرة راح اقوم بالنقر اللي هو على finish. لاحظنا الان عماله بيقوم بانزال اللي هو entity framework زي ما احنا فعليا شايفين. لاحظت انه عندي هون entity framework هي اتوقع فيرجن اللي هي 6.1 على ما اعتقد. الآن لاحظت انه قام عندي هنا بإضافة اللي هو بعمل automation, وقام عندي هنا بإضافة اللي هو two entities اللي هما TBL department و TBL اللي هو employee. راح أقوم الآن بإعادة تسمية اللي هو TBL department إلى TBL employee, راح أقوم بتسميته إلى employee. وكذلك أيضا عندي هنا ضمن, لاحظت إذا عندي هنا
اسم التيبل اللي هو تي بي ال امبلوي، هو فعليا عندي هون بيمثل اسم اللي هو الانتيتي، تمام. الان عندي هون ايضا الكولمز الموجوده بداخل اللي هو تي بي ال امبلويز، اصبحت عندي بداخل عندي هون الموديل اللي هي عباره عن بروبرتيز، اوكي. الان ايضا في عندي هون بداخل امبلوي اذا بدي اعرف اسم الديبارتمنت اللي بينتمي له عمليا الامبلوي، فبالتالي راح استخدم عندي هون اللي هو نافيجيشن بروبرتيز زي ما احنا فعليا شايفين. الان خليني اقوم عندي هون باعاده تسميتها بدلا من تي بي ال ديبارتمنت إلى department. أيضا راح أقوم عندي هنا بتسمية الـ entity من TBL department إلى department. وأيضا راح أقوم عندي هنا ضمن الـ department entity راح أطلع في عندي two properties اللي هي الـ ID والـ name واللي هم فعليا بيمثلوا columns بداخل اللي هو الداتابيز، أوكي. أيضا راح أقوم عندي هنا بداخل Visual Studio بتعديل اسم النافيجيشن Properties اللي هي TBL Employee. الآن ضمن هاي الـ Entity لو بدي أعرف الموظفين مثلاً اللي بنتموا للـ Department اللي هو الـ HR، فبالتالي بد إنك تستخدم هاي الـ Property اللي اسمها TBL Employees. خلينا نعدل اسمها إلى Employees، أوكي؟ بعد هيك مباشرة راح أقوم بالذهاب، بما إني أنا عدلت هنا على الموديل، فبالتالي لابد إني أرجع مرة تانية على Solution ونرجع نعمل Rebuild لإله، أوكي؟ رح تلاحظ من تحت عماله بيعمل لي rebuild، رح تلاحظ من هون عماله بعطيني warning، فبالتالي خلينا نقوم بالنقر على OK. عماله بيعمل rebuild all started rebuild all succeeded بدون اي مشاكل. اوكي الان مباشرة راح اروح ضمن عندي اللي هو الكنترولرز الموجود عندي هون، راح اضغط كليك رايت ومباشرة راح اعمل عندي هون اللي هو اد، وضمن عندي هنا الاد راح اقوم باضافة اللي هو كنترولر. الان لاحظت انه خلال الدروس الماضية كنت استخدم اللي هو الام في سي امتي كنترولر. الان ايضا بامكانك انت فعليا تضيف اللي هو كنترولر، تمام، بحيث انه يحتوي على اللي هو الاكشنز، تمام، اللي هي اللي خاصة بالريد والابديت والديليت والليست انتيتيز، اوكي. باي ديفولت بامكانه يعمل لهم جنريشن. الان انا بدي اقوم عندي هون باضافة كنترولر بحيث انه راح عمليا ياخذ الريد والابديت والديليت من الانتيتي فريم ورك، فبالتالي عماله بيتعامل مع موديل وهذا الموديل هو فعليا عماله بيحكي مع الانتيتي فريم ورك، فبالتالي راح اختار الخيار الثالث، اوكي. بعد هيك راح اقوم بالنقر على اد، لانه لابد ان اقوم عندي هنا بتزويده باسم الموديل كلاس. عندي هنا اسم الموديل هو فعليا امبلوي، اوكي. بعد هيك مباشره راح اروح الى اللي هو الداتا كونتكست. الداتا كونتكست الموجوده عندي هنا هي فعليا اللي هي الامبلوي كونتكست، تمام. راح تلاحظ انه عندي الداتابيس عمليا الكونكشن مع الداتابيس سميته امبلوي كونتكست، فراح تلاحظ انه عندي هنا الداتا كونتكست هي فعليا الامبلوي كونتكست، اوكي، تمام. الآن بعد هيك مباشرة لو رحت الآن أوكي أوكي الآن حتى أوضح نقطة مهمة جدا، Data Context Class هي فعليا موجودة ضمن النيم سبيس اللي خاص بال MVC Demo.Models، لكن أنا سميته زي ما احنا شفنا عمليا قبل قليل سميته بال Employee Context، فبالتالي لابد إني أختار Employee Context، أوكي. بعد هيك مباشرة أنا الآن اللي هو السكريبت Libraries ما بدي أقوم باستخدامهم، وبعد هيك مباشرة راح أقوم عندي هنا بتسمية الكنترولر نيم اللي هو الـ Employees Controller. بعد هيك راح أقوم بالنقر اللي هو على Add. راح تلاحظ انه اللي هو scaffolding اعماله بيقوم بعمل اللي هو auto generate للي هو الفيوز. لو انا رحت مباشرة ضمن السولوشن راح تلاحظ انه ضمن الكنترولر قام بعمل اللي هو auto generate لهاي الكود عمليا لهاي الاكشنز بما فيها الانسيرت والابديت والديليت زي ما احنا فعليا شايفين، وطبعا راح نناقش كل هذا الكود في الدروس القادمة ان شاء الله. ايضا الان لو رحت مباشرة ضمن الموديل او عفوا ضمن الفيوز راح تلاحظ انه في عماله أنشأ فولدر اسمه employees، وضمن هذا الفولدر في عندي اللي هو أكثر من view، في عندي create delete details edit and index views، أوكي. لو رحت مباشرة عندي هنا لاحظت عندي هنا اللي هو اسم الموديل هو عبارة عن employees. الآن لو جيت أعمل running للابليكيشن راح يعمل build start للابليكيشن build succeeded. الآن راح تلاحظ إنه فعلياً ما راح يعطيني اللي هو أي شيء، راح أعطاني هنا اللي هو the resource cannot be found، وهذا السبب منطقي لأنه الآن لو رحت مباشرة على solution explorer رحت على الاب ستور ورحت مباشرة ضمن الكلاس اللي اسمه اللي هو root config راح تلاحظ إنه الآن هنا by default عماله بروح على الكنترولر اللي اسمه home، أنا بدي يروح على الكنترولر اللي اسمه employees وضمن الاكشن اللي اسمه index. الآن بعد هيك راح أقوم بالنقر على save،
بعدك مباشرة خلينا نرجع مرة تانية نعمل running للابليكيشن اللي هو عبارة عن employees controller. اوكي باي ديفولت المفروض يروح على الامبلويز كنترولر وبعدك راح يروح على الاكشن اللي اسمه اللي هو اندكس. راح تلاحظ انه هنا قام بعرض المعلومات اللي هو النيم والجندر والسيتي وفعليا النيم. اوكي الان لان مجرد ما اقوم بالنقر على اللي هو edit راح تلاحظ انه بامكاني اعدل اي معلومه انا بدي اياها. فمثلا بدي اعدل اللي هو الديبارتمنت اي دي اللي خاص بمارك من اي تي الى اتش ار، راح تلاحظ انه قام بالتعديل بدون اي مشاكل. الان لو رحت مباشره على اللي هو الديتيلز راح تلاحظ انه بامكاني اقوم بعرض هاي المعلومات. ايضا لو الان بامكاني لو ضغطت على delete راح يقوم بحذفها، فبالتالي راح تلاحظ انه قام بعمل كل هاي الكرود اوبريشنز اللي هي الكرييت والريد والابديت والديليت بشكل اوتو جنريتد عن طريق استخدامي للانتيتي فريم ورك. لكن فعليا في عندي اكثر من مشكله ضمن هاي التمبلت خلينا نحكي، وطبعا راح نناقش كل هاي الامور في الدروس القادمه. الان لو رحت مباشره ضمن الكرييت نيو وفعليا عرضت اول مشكله انه فعليا انا ما اخترت اي شيء، ورحت مباشره ضغطت على كرييت راح تلاحظ انه عمال هنا بيعمل لي فاليديشن. لكن انا فعليا لو كنت طافي الفاليديشن ممكن اني اقوم فعليا باضافه اللي هو empty rows. اوكي انا هنا اوريدي عندي خلينا نحكي الفاليديشن الموجوده، فبالتالي هي منعت حدوث انه يقوم بعمل اللي هو creation ل empty اللي هو row. تمام. ايضا الان لو رجعت مره ثانيه للباك تو ليست راح تلاحظ انه في عندي هنا اللي هو اسم الكولوم اللي خاص بالاتش ار اللي هو البيرول، وفعليا هنا اسماء الديبارتمنت. راح تلاحظ انه اسم الكولوم هو عباره عن نيم. نيم الان لو بدي اقوم المفروض انه يقوم هنا بعرض بدلا من النيم اللي هو ديبارتمنت نيم، فبالتالي في عندي اكثر من موضوع لابد من اني اناقشه. راح تلاحظ انه ايضا ضمن عندي هنا الكرييت نيو اوريدي ضمن الديبارتمنت اي دي في عندي هنا اللي هو الاي تي اتش ار وعمليا البيرول. اوكي تمام. إذا في بعض الملاحظات لابد أن نناقشها، وطبعا راح يتم مناقشتها في الدرس اللي هو القادم. أوكي بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.